وصلت مول الامارات الساعه 5 الصبح، وقفت في بدايه الطابور عشان اقدر اختار اللون السيارة بلو الجديد، الايفون 13 برو ماكس 512 جيجا والايفون 13 برو بتاع الجيف اواي. المهم رجعت من ابل ستور ورزعت الترايبود وعليه الكاميرا ويلا نصور اليوتيوب ريفيو. فتحت الكاميرا وصور صور صور، خلصت تصوير الفيديو. الفيديو بصراحه كان جامد قوي، لازم تكون شفته من الايفون علمي. بعد ما الفيديو نزل منظر الفوضوي ده كان قدامي، ونبدا بمقارنه الكاميرات والوايد بتاعتها. وبعد ما صورت الصوره دي جت لي فكره، بما اني في دبي ليه ما استغلش موبايلين اللي معايا اللي احنا نعمل الكاميرا كومباريزن. قمنا ضاربين طار من اديداس. ايه رايكم يا جماعه في الجزمه؟ الموبايلين هيكون معانا النهارده لنقارن كاميراتهم، الزد فليب 3 من سامسونج والايفون 13 برو ماكس من ابل. غريب قوي الكوريدور ده، لا وطويل كمان. يلا بينا ننزل نتفسح في دبي. مساء الخير. طبعا دبي يعني عربيات فخمه، وفي نفس الوقت السعر مش بيبقى غالي انك تاجر، فلازم ناجر لنا سوبر كار تتماشى مع الايفون 13 برو ماكس الجديد. طب تمام، السوبر كارز كانت خلصانة، فقلنا نجيب كده حاجه على قد الايد اهو تمشي وتقول الو. اخدت اللامبورجيني حجي وقلت يلا يا واد فسح نفسك وجرب الكاميرات. طلعنا على طريق دبي العمومي متفرع من شارع مصطفى النحاس عند نزله كوبري مطريه، واليوم ده كان فيه عاصفه ترابيه، هي مش باينه قوي في الكاميرات عشان كاميرات موبايلات حلوه، والتفاصيل كانت جامده جدا. الرينج روفر على الشمال انا شايف كل تفاصيلها لحتى لو عملنا زوم. بس ثانيه واحده، ايه ده؟ طلبات 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 طلبات. مش اعلان، بس لو عايزين اعلان كلموا. اوف يا جماعه، وانا ماشي لقيت العربيه دي قدامي، مرسيدس جي واجن في 12. الحمد لله. بس لو ركزنا في الصوره دي هنلاحظ ان السماء في الصوره على الشمال لونها اسود حقيقي اكتر، اسود اسود مش لون ازرق شويه. في الحياه العمليه في المشهد ده كان السماء لونها اسود. هو الدريكسون على اليمين كان منور اكتر، بس احنا مش جايين نصور كده بيكانتو، فخلينا نشوف صور تانية. وانا ماشي لقيت البيت ده، واحب اقول لكم يا جماعه ان البيت ده بيطل على البحر دايركتلي. ستايل هندي على عربي، كان حاجه كده توليفه الترا مودرن كده موجوده في الشارع. برضو لون السماء في الصوره على الشمال اقرب للحقيقه، والنويز برضو اقل، ولكن عامه ككواليتي صوره وشاربنس الاثنين ممتازين. لون الجلد على الشمال هو اقرب للحقيقه، انا كنت فعلا واخد تان من الشمس اللي هناك. وركزتوا في الصوره على اليمين هتلاقوا النخله اللي على شمال راسي بايظه وبهتانه غلط، السرعة على الشمال كانت ظبطها قوي. هنا صورتين بصراحة ممتازين على كمية الإضاءة القليلة قوي اللي أنا كنت فيه. أحب أقول يا جماعة بس أنا فاتح نايت مود في كل الصور دي، سواء على الزي فليب أو الأيفون 13 برو. بس هنا بقى كان اختبار عكس، يافطة ماكدونالدز واليوفط اللي تحتها كانوا منورين قوي، منورين جدا، وفي نفس الوقت يافطة الباركنج على الشمال كانت مظلمة. إيه الموبايل اللي فيه دايناميك رينج يقدر يظبطه وفي نايت مود؟ بصراحة كان اللي علمني أكتر. انت ما ينفعش تشوف نمر 4 تلاتات وما تصورهاش، فانا صورتها يعني والعربيه كانت حلوه. طبعا ما ينفعش تعدي غير لما تدخل مول الامارات وتشوف الافلام الموجوده في السينما وتدخل فيلم فعلا، بس تكتشف انك صورت مشهدين مختلفين عن بعض تماما بالموبايلين. وقلنا هنا نخوض تجربه التصوير الالترا وايد انجل في النايت مود، لان ابل قالت في الايفنت ان ال 13 برو وال 13 برو ماكس بيجوا بكاميرا الترا وايد احسن ب 2.2 تايمز الايفون 12 برو الكاميرا بتاعته الالترا وايد. فدخلنا قاعه السينما وصورنا الصوره، بس بعد ما صورت الصوره اكتشفت ان انا كنت اصور حاجتين مختلفتين على الشاشه. خير، دي الفرونت كاميرا من 13 برو ودي الفرونت كاميرا من الزي فليب. الموبايلات محطوطه على سور الشباك، فاحنا ممكن نسويتش الباك كاميرا اوريكم المنظر بتاع الاوتيل عشان انتوا ما شفتوش ولا مره. هو المنظر مش شعيري خالص، بس ايه رايكم نسويتش كده للوايد انجل؟ هو برده مش شعيري خالص. طب تعالى نسويتش ل 3 اكس. الفليب ما عندكش فيه 3 اكس قوي، بس عندك زوم ان ديجيتال. اوكي، وقلت عشان ما نضيعش وقت ننزل الشارع ونبدا اليوم من اوله ونطلع على مول الامارات. قابلت امير صديقي كان وحشني قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التفاصيل اللي على التيشيرت دي؟ اكسبو دبي. الله عليك يا امير. وضربنا اتنين تشيكن شاورما فراخ تركي، هي كانت وحشه الصراحه، بس شكرا يا امير على العزومه. بصراحه القعده كانت حلوه والكلام اخد بعض، وخرجت من هنا لقيت الدنيا ليلت. ولكن الدنيا لما تليل في دبي معناها النايت لايف فوتوغرافي بتاعتك بتبقى تحفه. اللي انا ملاحظه هنا ان في موبايل بيثبت عن التاني احسن كتير قوي، موبايل على اليمين قدر يعمل تثبيت حلو، ولكن في نفس الوقت الالوان والشاربنس في الموبايل على الشمال شكلها احلى شويه. اللي انا ملاحظه في الصوره دي ومعظم الصور اللي هتيجي كمان شويه ان دقه الالوان في الايفون صح، يعني المركب اللي كانت قدامي كانت بتطلع لون اخضر، ما كانتش بتطلع لون ازرق زي الصوره على اليمين. شاربنس الصورتين ممتازين، ولكن دايما الايفون برده بيكون فيه شاربنس زياده، ودي حاجه جديده السنه دي في الايفون. ويعني نزلت امشي اتجول شويه كده في الشارع، في شويه مباني قصيرة زي ما انتوا شايفين كده. دبي دبي.
بجد دبي دي من اجمل الاماكن انت ممكن تروحها. العيب بس الوحيد اللي انا وانا فوق الفلوكه وصور الصور دي كانت الحراره 45 يا جماعه. هنا النايت مود بتاع الوايد انجل لاول مره بنشوفه فعلا بيتفوق على اي وايد انجل تاني. يعني اكيد شايفين في الصوره على الشمال قله النويز وقد ايه الصوره حلوه وشارب وجميله والالوان فيها واقعيه. تحس ان الصوره على مين؟ الكاميرا كانت بهتانه، الكاميرا كانت ممسوحه، مع ان الكاميرا كانت ممسوحه كويس، ولكن الصوره على الشمال احلى كتير. وطبعا المشهد ده تمشي كده بالراحه وتعدي من تحت الكوبري وانت بتشوف اكبر اوتيل على حرف يو مقلوب قدامك، وكوبري في لون ازرق غريب بيبان. دبي اي هي متقلده من لندن اي، ولكن حكايه من كل الزوايا البتاع دي شكلها حلو جدا. المفروض ان هي كان هيتم افتتاحها رسميا بعد سنين من التصنيع بعد ما انا مشيت من الامارات بيوم. سكاي لاين يعني تعمل الكاميرا على 3x او 5x زوم كده وتصور صوره من بعيد وتشوف حلاوه الصوره والمباني. وطبعا الفليب ما فيهوش اي كاميرا زوم، فواضح جدا من الصوره على الشمال ان هي الصوره احلى كتير في الايفون. هسيب لكم اللينك للفول ريزولوشن بتاع الصوره دي عشان لو حد عايز يحطها هو البيبر عنده. والحلقه باينه اكتر في الصوره على الشمال لان النايت مود كالعاده هو افضل في الايفون عن السامسونج. من اول هنا يا جماعه انا بقيت بدون كلام، انا مبسوط بالتصوير، انا عمال اصور طبعا لحد ما شفت القمر ده. بس احنا جاي حققتكم وتعقد انا شخصيا، انا لسه ما صورتش العربيه دي عشان هي مرسيدس جي واجن في 12 ولا اي حاجه، انا صورتها عشان النمره بتاعتها اف 2. النمره لوحدها دي اغلى منها 5 مليون 6 مليون درهم. شكرا، دي صورتي وانا معقد. بس الكاميرا كانتش ممسوحه في الايفون. شفت شارع العربيه ده من هنا ودخلت نمت الساعه 12، صحيت الساعه 1 الصبح عشان اركب الاتوبيس اللي هياخدني للمطار. وانا في المطار الطياره اتاخرت، فبقى عندي وقت اكتر ان انا اصور حاجات اكتر. وايد انجل، الترا وايد انجل، وطبعا زومي. لحظات وداع اخيره لمدينه ابو ظبي ومدينه دبي. وبعد الفيديو ده وصلنا مصر، وصلنا الاستوديو وسجلنا الفيديو ده. اتمنى الفيديو يكون عاجبكم. الفيديو اللي بعد ده على طول هنكون بنكمل نتكلم على ايفون 13 برو الجديد وايه الاختلافات ما بينه وال12 برو والايفون 13 العادي اخباره. فتاكد انك لازم تكون مشترك في القناه وتفتح زر الجرس. اشوفكم